يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم انتخابات 2020، وإحنا سعداء بالتواصل معاكم من خلال هذا البرنامج. ويعني بدأت الأيام تغل على يعني يوم الاقتراع يوم 5/12، والتنافس أصبح بين المرشحين إن شاء الله واضح، وبدت يعني تظهر بعض الملامح في انتخابات 2020. مشاهدين الكرام، اليوم راح أكون في برنامج الدوائر الخمس مع مولانا عبد الرزاق الشايجي، ويعني عنوان الحلقة الأصوات المكنوزة والمقاعد المحجوزة. خوش عنوان هذا، عنوان المعدمان. تحية طبعا، جزاك الله خير. عنوان منه؟ معدنا دكتور عبد الله فضلي. ونعم، قلنا خلينا شوي نشغله. والله ممتاز، والله حل المعاش يجي منه، يجي منه. يستاهل عبد الله، دكتور عبد الله، ونعم يعني امانه من الشباب المجتهد. تكفي اخلاقه ما شاء الله، الله يطول بعمرك. شكو ماكو؟ شكو ماكو. امس قدم ثمان مشطوبين بالمحكمه او بالدائره الاداريه، ومنهم ابرزهم كان الغربلي والداهوم والسيد الثالث والنيف. الجلسة صارت يوم 19، يوم الخميس الجاي 19/11. اليوم ثمانية أيضا قدموا للمحكمة الإدارية أيضا القضية دبوس، الفكر بخوص، قدشتي، الناصر، وحجز أيضا للمحكمة 19/11. أتوقع أنا أن من رد اعتباره اتوقع يرجع الى المضمار الانتخابي. يعني اتكلم الان على حسب اللي اعرفه انا، اللي رد اعتباره الداهوم والنيف وبخوصه. ايش فيهم هذول؟ هذول ردوا اعتبارهم. فاتوقع اذا المحكمه الاداريه او الدائره الاداريه خذت في ارجاع من رد اعتباره، فاتوقع هذه ابرز ثلاثه رجعون للانتخاب للمضمار الانتخابي، وسيحدثون اثر في انتخابات مثلا الان. اذا شو اثر الشطب، شنو صار؟ صار كالاتي الان. اول شيء رقم النجاح ارتفع، لان كل واحد يعني الاصوات الحره اصبحت غير متوفره. واحد يروح حق هنا او هناك، صحيح. فاصبح التزام في 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 القبيله بالذات اصبح اوجب الواجبات. أيه. ما في بديل اخر. نعم، يكون في تركيز اكثر. بالضبط. نعم. هذا صعب ايش على على القبائل الصغيره، مثلا على السبعان، السهول، النزل، كنادره، يصعب عليهم رقم النجاح. ليش؟ لان الرقم يصير مرتفع، الرقم يصير زام القبائل يصير فيه ارتفاع. نعم. زين، لو قلنا الان اذا مشطوبين عادوا، لا شك ان رقم النجاح سيقل، بالتالي يصعب المسألة أيضا على إلى أن يوزع الأصوات. بالضبط. إيه؟ يوزع الأصوات. نعم. مثلا إذا رجع النيف، مثلا على سبيل المثال رجع. نعم. النيف، هذا معناه أصوات صالح الشلاحي، خلينا نقول المعارضة، ستوزع بين اثنين، بين صالح وبين خالد النيف. بالتالي يعزز فرص منه فوز ماجد المساعد. إيه؟ إذا رجع الداهم، هذا نرجع مرة ثانية نقول إيش، نرجع العوازم، خمس مقاعد، يبقى من سيطيح، هل هو القعمر أم هو الحبيني. إذا رجع مخوصة حتصير منافسة أشرس، لأن دائما من يرجع من شيء مشطوب الناس ضمن هذه مؤامرة، بالتالي يصير تعاطف معهم بشكل كبير. فهذه المعادلة في حال في حال الرجوع، رجوع أو الإبقاء. نعم. بعد في شيء شكو ماكو؟ ما في. ترامب اليوم غرد، ترامب قال أنا ناجح اليوم، غرد ترامب. ترامب كيف؟ قال أنا ناجح. لا، احنا انتخابات فلازم ناجح صار لنا شيء. اوكي. ايه، على الجو العام. ايش تحلل نفسيه ترامب وتصرفاته؟ والله اسال بنت اخته، ما في كتاب كامل كاتبه فيه. ها؟ كتاب كامل. ايه. اوكي دكتور، الان نتحدث عن المقاعد المحجوزه في الدوائر الخمس المختلفه. ممتاز. ناخذ دائره. ايه، بس احنا قبلها احنا لازم المشاهد نعطيه احنا شلون نحلل الدور الانتخابية. أنا قسمها خمسة خمسة خمسة، يعني خمسة هذيل حازين مقاعدهم، مو شرط اليوم. اليوم 17 يوم، صح؟ 11. إن الخمسة كلها محجوزة؟ لا، فعندنا خمسة محجوزة اللي هم مثلا من النواب العشرة، وخمسة من النواب العشرة هذيل يتأرجحون بين الثبات وبين التغير، وخمسة برا من 11 15 ينافسون الخمسة اللي إيش، اللي من 6 إلى 10. إلى 10. نعم. هذه النظرة الآن. أي. حسب
التحليل الدائرة اللي أنا أشوف الآن إن الدائرة إحنا وضعنا فيها أربعة. ليش؟ نتكلم على إصلاحات الرأي قاعد تقول رقم واحد حسن جوهر الأول، تتكلم على شحوم الثاني، تتكلم على عدنان ناجح، عدنان عبد الصمد، تتكلم على الغريب ناجح. آه. ليش؟ لأن العوازم متفقين على اثنين. فحتى لو غريب يطلع في إصلاحات الرأي متأخر يطلع 10 11 12، فهو فايز لأن هذا نائب مركز نفسه في سلوى. نعم. فأتوقع إلى الآن يعني إحنا اليوم ما نقول خمسة، إحنا نقول أربعة لأن المنافسة وايد شرسة في الدائرة. فنقول إحنا اليوم 17 11، نقول الأربعة المحجوزين الآن حسن جوهر، أحمد شحومي، عدنان عبد الصمد، يوسف الغريب. في الدائرة الأولى. في الدائرة الأولى. في الدائرة الثانية. ثاني نفس الشيء، نتكلم إحنا على مفاجأة إن مرزوق الأول، خليل الثاني، نسبة قلنا أمس، لأن الشيعة الآن ما عندهم خيار بجميع أطيافهم وأعراقهم إلا خليل. يعني بيت الحساوي منشق بشكل قوي، خروج التحالف من الدائرة أصبح الشيعة يعني تزدوا أصواتهم، فإذا بروحهم بيروحون حق خليل الصالح. وسلمان الحليلة فايز وهو بتشاوري ورقم كبير، فأيضا أتوقع يعني مضمون كرسية. وأيضا نطير كونه نائب سابق ومعارض، فبالتالي الدائرة الثانية أيضا فيها أربعة والمنافسة على 6 مقاعد نفس الدائرة الأولى. نعم، بس يعني الغريب يعني في يعني في استطلاعك هذا في الدائرة الثانية. أنا مستطلع. تحليلك في تحليلك إن رياض العدساني مو موجود من ضمن الأربعة. رياض العدساني يعني هو قاعد يتراجع للأسف، وأتوقع عنده قدرة رياض أن يعني يعدل يعني هو بعض إصلاحات رأي متأخر وبعضها ساقط. أتوقع أنا عنده قدرة هو بعلاقاته وأخلاقه وعلاقات أبوه أن يدش ضمن العشرة. بس مبدئيا يعني رياض ما شاء الله عليه كل الانتخابات كان ثاني ثالث، كان كلها مصدر من المشهد الانتخابي. نعم. فإن شاء الله يسعفها بأن يتدارك الوضع الانتخابي. نعم، الدائرة الأولى يعني عيسى الكندري وصالح عاشور، يعني ممتاز. البعض يقول هذيل مقاعدهم يعني محجوزة. صحيح. يعني ردك على من يعني يخالفك في الرأي. إيه؟ يوسف عيسى الآن قاعد يتقدم بشكل كبير، يعني هو تأثر بزور محمد، أثر في ما أثير، ولكن ميزة عيسى قواعده في الكنادرة ثابتة 1200، يعني مهما أحد حاول يعني يأخذ منها شيء قاعدة ثابتة، وقواعده أيضا في القبائل ثابتة، فعنده قاعدة صلبة. يعني هو كان الثاني في الانتخابات 2016، بس هو ما زال من ضمن الأوائل بالدائرة، بس يبقى هو الخامس سادس، فيبقى يعني إذا بنخمن إحنا نقول قد يكون هو الرابع أو الثالث. لأن شحومي وإن كان فايز من فرعي إلا علاقاته قوية مع جميع أطياف الدائرة. نعم. وأيضا عيسى الكندري التجمع السلفي أيضا أعلن أنه يدعم يعني عيسى الكندري. التجمع السلفي، القاعدة الانتخابية. أوكي. صالح عاشور. صالح عاشور يعني أتوقع يعني عنده مشكلة قاعد يعالجها. زين أتوقع أنا. إيه يعني لكنه يعتبر من ضمن. هو من ضمن العشرة معني خلاف. يعني إحنا قاعد نتكلم الآن يعني إيش يعني ضمن العشرة؟ يعني سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر. إحنا قاعد نتكلم الآن يعني هذه المقاعد من 11 من 17 11 إلى 5 2 هذه مقاعد مضمونة. نعم. إحنا أوكي. كل يوم سنتابع المقاعد المحجوزة والأصوات المكنوزة. نعم. والله دش الخامس دش السادس، لأن هي شيء تراكمي. نعم. إحنا قبل شوي تكلمنا أيضا يعني دائما كان الحديث عن الدائرة الثانية حمد سيف الهرشاني. ليش مو من المقاعد المحجوزة؟ حمد سيف عنده تسريب بعض القواعدة وقاعد تروح يعني بين أما بأسماء يا تروح لمرشحين القبائل الآخرين في الدائرة، فعنده تسريب. يعني هل هو يستطيع إيقاف هذا التسريب أو استعادة قواعد اللي تسربت منه؟ نعم. فكل شيء وارد يعني. نعم. أبي منك نسبة تغيير في الدائرة الأولى كم تتوقع من خلال 40 إلى 50%. 40 من 50 يعني. يعني 40 أكيد. يعني لأن أنت عندك الرومي خرج واثنين خرجوا، هذه 30%.
اللي هم التشاورية العوازم. في احتمال بعد اثنين يخرجون بعد احتمال بعد. يعني غير اسماء. بدون اسماء بدون ذكر اسماء. لكن يعني 40-50 ثلاثة اوريدي تغيروا. واحتمال اثنين او واحد. واحتمال اثنين او واحد. اخرين يتغيرون في الدائرة. الدائرة الثانية تتوقع فيها نفس الشيء 40%. 40% خروج ركان النصف. تبي اسماء؟ لا ما بي ما بي اسماء، لا ركان اوريدي انه ما نزل انتخابات، انا ما بي ما بي اقول اسماء بس خلاص. إيه زين انت تقول لي لا تقول اسماء، تقول اسماء تسالني اسماء الحين مولانا يا مولانا يعني اقول اسماء اطلع برا انت وهقتني انت كذا تبغى ما يسكت يبي يحط الكره ملعبي اكيد اكيد لا دكتور دكتور انا قاعد اقول لك نسبه التخيير ما قلت لك حدد لي اسماء انت قلت لي ركان وبعد أنا أشوف دكتور خليني أقول لك والله نقطة دكتور عبد الرزاق أفضل أفضل يعني ثق تماما دكتور أنا من خلال هالبرنامج أتمنى أنا أتمنى أني ما يكون هذا البرنامج يعني يؤثر على أي مرشح بالضبط ليش يا دكتور في مرشحين يعني جهد ووقت ومحاولات وأمور ما أبي أنا يوم من الأيام تطلع من خلال هذا البرنامج نزعل اي احد من الاخوان لانه ناس صحيح. مجتهدين صحيح. وفي هناك يعني كثير ممكن ما نذكرهم ممكن هم افضل صحيح. من اللي صحيح. قاعد نذكرهم صحيح. ها صحيح. فانا احب قدر الاستطاعه يعني في عدم ذكر الاسماء او ان ما نحاول نقول والله هذا فلان هذا عذروبه ولا هذا احنا اللي بالمنطق بالاستطلاعات والتحليل صحيح. يكون واضح نطلع للناس لا احنا على الغداء عندك يوم الجمعه اتفقنا ايه؟ ما نتكلم من وجهه نظري الان بس صراحه خوش خوش اكل خوش طبقه بس نبي لبن ما حط لبن حط له مستو سفن حط لبن يا اخي يصير مع السمك لبن والله هذا هذا اصلا انا اللي عندي انه ما يصير مع 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 السمك لبن يا جماعه لازم ابو حمد سمك مع اللبن اوكي حاضر زين شوفوا احنا اتفقنا بعد الغداء كالاتي طيب لازم تنصحني اني انا عزمتك على الغداء يعني لازم حط فيديو يعني لازم حط فيديو زين يلا تفضل احنا اتفقنا وضحت لي الحين يدقون امس داق علي واحد انت كنت في البرنامج تشرح علي ليش ما عزمت الحين زين والله شو الحق انا بعزمك بروحك على الشارع زين يلا زين مولانا تفضل شوف بعد عمري ايه؟ احنا اتفقنا اننا نتكلم الا على قناتي الشخصيه صحيح فيما هو ناجح وينافس صحيح لن اتكلم على اي شخص اخر من باب نريح ابو حمد انا اقط القنبله واطلع هذا مسكين نص الليل مكالمات مكالمات فاحنا لن نتكلم بوجهه نظري انا نعم. متواضعه أوكي. يا ناجح ينافس أوكي. حتى لا احد يقول لنا ليش فلان ولا علان ومع ذلك على اسئلتي ومع ذلك ومع ذلك حتصون لك الناس ليش ما ذكرني ضمن المنافسين وهذا يبقى شوف دكتور عبد الرزاق هذا يبقى ايضا رايك بالضبط. يعني يعني مش بالضروره انه والله راي عبد الرزاق الدكتور عبد الرزاق الشايجي صحيح 100% وايضا صحيح. وليس بخطا بالنهايه اللي يبي ياخذ فيه ياخذ فيه واللي ما يبي ياخذ فيه ما ياخذ فيه صح. بس يعني احنا لن نتطرق لاي مرشح ولن نعقد مقارنة مع أي مرشح. نعم. وأيضا أنا يعني أحب إني يعني أن أوضح أن تحليل الدكتور عبد الرزاق شايجي هو يعبر عن الدكتور عبد الرزاق شايجي وليس عن القناة. لا قناة ولا ولا أحمد الفضل. بالضبط. أي يعني هو يبقى تحليل لأن الرجل متخصص في هذا المجال. وأنا أعيد أقول لك مستعد لأي واحد في أي تحليل يبي. في الحين اثنين بيطلعون وياك. حجزوا. ما عندي. اثنين محللين أيضا في نفس المجال. ما عندي أي مشكلة. بيطلعون وياك إن شاء الله في إحدى الحلقات الأخ محمد الثنيان. والاخ عبد الله الشمري اذا انت تقبل ما اعرف اسمه ما اعرف الصحفي في جريده الوطن ما اعرف السابق أي واحد ما عندك مشكله بس يكون نقاشه علمي 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 شوف علمي. نقاشه بحدود الادب لا اكيد اكيد والاخلاق اكيد اكيد اذا أكيد. بتجاوز لا اكيد وانا اقول انا بتجاوز اهدي الحلقه وان ارجع العداله ابدا دكتور لا رجاء لا بعد ما قلت شيء بعد سالفه الاخرين رجاء اي واحد حيها الله بحدود زين الادب زين الحين خليني اقول لك انا خليني اقول احنا ما نجيب لك الا الناس يعني اكيد الناس اللي فيها خير والناس اللي تحلل بشكل علمي تقول لها الكلام تقول ناقش نقاش علمي إيه؟ اكيد تعرف يعني 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 عبد الله يقول انا صديق دكتور عبد الرزاق في جريده الوطن ايام الوطن. المهم اوكي ما علينا نرجع من باكر باكر وانا جاهز انا لا باكر انا عندي باكر وانا اجيك باكر من غير اوراق بعد باكر بعطيك اجازه على هالكلام هذا تاخذ اجازه تريح جزاك الله خير انزين الدائره الثالثه الثالثه نتكلم احنا الحوت حوت زين حوت في كل شيء فهو ريال ناجح نتكلم على عبد الكريم الاول الان بالدائره كونه يعتمد على الصوت الحر والمعارض
يبقى عند اشكاليه التحضير. نتكلم على عبد العزيز الصقعبي، يعني هو الممثل الحدث في الدائره وشخص يعني بنقول سجل الابيض، ما عنده اي اشكاليات في الفوز. فاربعه في الدائره الثالثه: كريم، سعدون، يوسف، عزيز. اوكي، عزيز منو؟ عبد العزيز الصقعبي. عبد العزيز الصقعبي. ما انا كاتب كريم وعزيز. الداله الرابعه، الرابعه نتكلم الان على ثلاثه من ثلاث قبائل. نتكلم على شعيب بالرشايدة، نتكلم على محمد هايف المطران، نتكلم على ثامر الصويت في الظهير. هذيل الثلاثة. ثلاثة هذه حازين. نعم. يعني من الآن إلى 5/12. أوكي. آسف، إيه 5/12 إيه. أوكي. الخامسة. الخامسة نتكلم على حمود الهاجري. حمود الهاجري، حمود الخضير الهاجري. وحمدان العازمي. وأحمد مطيع. وأحمد مطيع ثلاثة. أيوة. إنزين. انا في يعني طبعا في يعني انا يتواصلون معي دكتور راحتك بعض الـ 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 يعني محبين مرشحين فانا يعني ما اذكر اسمائهم يعني الا المحبين راحتك انه يطلبون مني طلب انه والله نبي نعرف وضع النائب الفلاني او النائب السابق الفلاني او المرشح الفلاني في الدائره. محمد نايف العنزي في الدائره الرابعه، شلون شايفه؟ محمد نايف العنزي هذا يا طويل العمر من ضنع بيد من الفدعان. زين. إمام وخطيب، هو الجهرة إمام وخطيب تقريبا من أكثر من 30 سنة. يتمتع بعلاقات جيدة مع أمة خطواء المساجد، له علاقات مع السلفيين في الدائرة، كان قائد أو رئيس أو قائد كذا أو نقيب تجمع المهني من المهني. هو يعني يعد من الأصوات المعارضة المتزنة في الدائرة. نعم. يعني ضمن عبيد نتكلم على تقريبا على 3600 صوت تقريبا في الدائرة حسب ذاكرتي أنا. إيه إيه. أوكي. أيضا يمكن محبين عسكر العنزي أبو عبد الله أيضا يبون يعرفون وضع النائب عسكر العنزي او المرشح عسكر العنزي في الدائره الرابعه ابو عبد الله. عسكر يعني هو اقوى الحبلان اللي كان ينافسه دائما محمد طنا. واتوقع يعني قاعده الحبلان اتوقع عندهم قناعه بان يعني الاصوات اللي تروح حق محمد طنا هي اصوات يعني خساره، لان خسر الانتخابات اللي طافت. فاتوقع إذا وجدت الأصوات لعسكر بس يبقى محمد طنا اسمه. صحيح يعني صحيح أكيد صحيح. يعني اسمه وضعه يعني بالضبط يعني أنا محمد طنا من الشخصيات المحبوبة في الدائرة وعنده ابناء بشكل كبير والنعم فيه. بس إذا أصوات راحت حق عسكر تعزز فرص عسكر. عسكر اللي فاد شيئين اللي هم رقم واحد استجواب وزير التربية الحربي، اسمه حربي والله انت اللي خليتني انسى اسمه. كنت بقول سعود الحربي. سعود الحربي بسمي خالد انا. سعود الحربي يعني الحروب في الجهره. نعم. هم مقسمين قسمين، موقف عسكر كان طيب. حروب الجهره وفي حروب الفروانيه الرابعه. أيه. فاتوقع بوقوفه مع وزير التربيه على الاقل اتوقع كسب حروب الجهره. اتوقع تسريب الاصوات من بعض المرشحين في حظر الجهره سيكون لعسكر نصيب منها. اتوقع التشتت في بعض القبائل الكبيره يعني بالضبط. إيه؟ اللي مو خدام اتوقع. إيه؟ القبائل اللي ما مرشح عسكر هو يباريها. نعم. واخر شيء اتوقع في شيء بعد مهم بس الذاكر ما تساعد. نعم. كم تتوقع يعني رغم عسكر يعني او بس طلعت ترتيبة ترتيبه بس طلعت الراي. إيه؟ ما زال هو ضمن العشر طلعت الراي متقدم. متقدم يعني من ضمن العشر عسكر. نعم. يعني متقدم هو متقدم يعني عسكر الان عسكر نقدر نقول الان في استطلاعات الاوليه او التحليل الاولي انه من ضمن العشره ناجح. استطلاعات الراي لغايه 17/11 عسكر من ضمن العشره الاول في الدائره. نعم. اوكي خلصنا. احنا قلنا بعد عن موضوع يسأل اي واحد سألنا لا انا اللي يقول لي والله. ايه؟ اللي يكلمني. ايه؟ يقول لي انا اقول انا عاد شوف وانا هذا دائما كلامي. ايه؟ اي شخص يدق علي تليفون ويقول لي يا ابو حمد اسال لي الدكتور عبد الرزاق اقول انا مالي شغل ب إجابة الدكتور عبد الرزاق هو اللي جاوب فيها الدكتور يعني عبد الرزاق يعني أخذ راحتي؟
لا إيه أخذ راحتك. إذا واحد هو طلب مني بس فيتحمل اللي جاء لأنه هو اللي طالب بس إيه يعني أي شخص إن كان يعني تعطيني يعني أي شخص يتصل أنا وايد اتصلوا عليه تعطيني تعهد بالأرض تعهد أعطيك تعهد ما أدري فيك أنا أدري هذا كل التعهدات أعطيك إياها بعض طبعا تحركات مراكز بعض المرشحين هذا يعني في الدائرة في نقول والمناطق المؤثرة في الانتخابات ممتاز ممتاز تعجبني يعني أنا أول شيء بشبه بشيء أساسي كرة القدم مثلا كان ميسي برشلونة كله يباصي منه سواريز حتى يقول ومولر في بايرن ميونخ يعطي ليفي هذا ما اسمه هذا ليفدوسكي ما اسمه يقول أنت برشلوني ولا مدريدي أنا مع الفايز لا ما تشجع أنا معك أنا لا تشجع منه بالبيت تشجع بالبيت وغير برا البيت غير يعني افا عليك بس بالبيت شنو بالبيت انا مع برشلونه وبرا البيت لان عيالي مدريد تصير ضدهم ما شاء الله عليك دكتور وبرا البيت برشلونه لندونيه مدريد يعني انت عكس يعني عكس الدوائر المكان اللي تروح له اوكي تفضل زين تفضل بس قول مدريد احسن لك خلاص تجي لك هديه من بعض مع مدريد مرتين مرتين مع مدريد اوكي هو بعد ما طلع رونالدو خلاص انتهى مدريد لا زيدان من أموره طيبة عشان زيدان بس ها عشان زيدان يعني يا رجل عارف ناس وايد وجمهور برشلونة بعد مولانا بدواني وايد ناس حول الانتر عشان رونالدو راح الانتر راح اليوفي اوكي زين شو كان السؤال السؤال عن المناطق والمؤثرة في الانتخابات زين زين أباخذ تحليلك هالسنة من ياخذ الدوري برشلونة ولا مدريد دكتور عبد الرزاق أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد أوكي ما بلعناد بس زين وفي هذا في ليفربول كان هذا شو اسمه منو رومينهو هذا الأرجنتيني أيه؟ يباسي حق مو صلاح أيه؟ زين طيب هذه الصورة إذا عند وصلت للمشاهد في كل دائرة في مناطق أساسية زي مثلا انتخذ مثلا دائرة الأولى أيه؟ الثقل الأساسي في مشرف وبيان ورمثية مناطق الثانية هي رديفة يعني مثلا أنت تعال العوازم عندهم أهم شيء سلوى هي المخزن أصوات اللي عندهم تعال الشيعة بإضافة إلى بيان مش رمثية عندهم الدسمة تعال العوائل عندهم الدعية هي إيش ضغط ارتكاز بعد المناطق الثلاثة تعال الحضر يعني هذه الآلية تعطيك توزيع الدائرة الأولى بين ميسي وبين سواريز يعني ميسي هو ايش هو اللي باصي حق الجماعة فأصبح ثقل الدائرة الأولى أصوات متكودة في بيان مش فرمثية جيت للعوازم عندهم سلوا منطلق مالهم تعال الشيعة الدسمة تعال العوائل الدعية الدائرة الثانية صايرة متوزعة يعني تاخذ مثلا الحضر قادسية ويا الفيحة القبائل شامية نزهة ضاحية الشيعة المنصورية القبائل صليبيخات وما جوارها ففي كل دائرة فيها ثقل الدائرة مثلا الثالثة كل أصوات متكودة في جنوب السرة وفي الروضة العوائل ثقلها في العديلية واليرموك وقرطبة بإضافة إلى الروضة وجنوب السرة القبائل خيطان والروضة الكنادرة السرة والجابرية الشيعة الجابرية والسرة الإسلاميون في كيفان وخيطان ثقلهم الدائرة الرابعة يعني زا ظفير شمر العجمان جهرة قديمة وجهرة جديدة المطران فردوس صباح الناصر عرضية جهرة الرشايدة تقلهم بالإضافة إلى الفردوس عرضية رابية فروانية فهذه هي ثقل المناطق في الدوائر الانتخابية نعم ممتاز دكتور في أحد الأخوان يسألني خلني أسوي ما يطلبه المشاهدون بالعكس هو حلقة كاملة بالعكس يقول نبي منو توقع العاشر في الدائرة الخامسة؟ ناصر الدوسري حصان الأسود. منو؟ ناصر الدوسري حصان الأسود. ناصر الدوسري. الحصان الأسود. نعم. أوكي. طيب الدائرة عندك. زين أسألك أنا سؤال. أنت تسألني كل شيء. مسموح لي؟ مسموح لك. سامي الدبوس. سامي الدبوس هو اللي صار كالآتي. ان المفاتيح اي اجابه تزعلني ممكن لا يعني ممكن نقفل الهواء والمخرج يطلع المفاتيح انت شوف الدبوس اول شيء يعتمد على الفضول يعتمد على القبائل الشمال هو اكثر واحد لاحظ فيهم
إذا بتفوق سامي الدبوس فهو الفترة الانتخابية اللي كانت عند طلال الجلال ذهبت لسامي الدبوس. نعم. فهو يعني جاد الأصوات، ولكن هل يسعفه الوقت؟ هو مستفيد من شيئين، مستفيد من شطب الأقوياء، مستفيد من تبعثر أصوات القبائل بالخلاف القائم. فأي نعم. شيء في هذا المحورين نعم. يفيد جميع المرشحين وفي دائرة المنافس بالضبط. إن شاء الله بإذن الله تعالى. في شيء تبي تقوله دكتور؟ أي في شيء أقوله قول لي على راحتك. عندي أنا قاعد طالع تويتر ايه؟ عندي تغريدة حلوة تتكلم كلامنا إحنا يوم قلنا جماعة الخير حسن الاختيار. نعم. زين يعني هذا الكابتن عصام شو يقول؟ يقول المريض هو الوطن والطبيب هو الشعب والدواء حسن الاختيار، متى ما أحسن الاختيار تشافى البلد. فالكلام اللي قلناه احنا امس الحمد لله رب العالمين لقيت ردود فعل كبيره ان الموضوع خطاب انقاذ وطن. يعني اذا انت الان يعني مجلس الامه هو نتاج خياراتك، اذا انت اخترت ناس صالحين حكوميين بكره فرضوا ضرائب، فرض يعني مجلس فرض ضرائب، شال الدعوم، ما عاد في الإسكان منازل، فأنت تحمل، لا تسب الحكومة ولا تسب المجلس. أنت أوصلت هؤلاء اللي كانوا نتاج خياراتك، فتحمل ما يأتيك. المجلس القادم سيكون مجلس شد الحزام. نعم. في الأخ بثامر يسألني سؤال، يقول اسأل الشايج عن حظوظ مرزوق الخليفة. مرزوق الخليفة يا طويل العمر كالآتي. احنا قاعد نتكلم على قبيله شمر. نعم. الان هي مقسمه قسمين، ناس مع مرزوق الخليفه وناس مع سلطان القيسم. سلطان القيسم قاعد ياخذ من القبيله، مرزوق الخليفه ياخذ قوته في حضر الجهره القبائل المتفرقه، وايضا قوته في الفروانيه وما جاورها بشكل كبير. فهي منافسه محمومه بين الطرفين. نعم. يعني فرسي رهان. نعم. وصلنا الختام. في شيء اي سؤال؟ اي سؤال حاضر. لا بس والله انا اللي يوجه لي ابغى اطنش. اخر سؤال قلنا احنا إذا كانت المقاطعة قرار فهي مصير. نعم. والتراجع عنها انتحار. جزاك الله خير. بعد أمرك. ونتمنى دائما أن يكون الاختيار للأصلح لهذا الوطن، اللي الشخص اللي خاف الله سبحانه وتعالى في الكويت، وأن يراعي مصالح الناس ومصالح الدولة. مشاهدينا الكرام، باشر أوف باشر، ما حد يقعد يقول تعال بعدين. أعطيتك إجازة ذاك اليوم، إجازة بتعين تعال. لا أعطيتك إجازة خلاص. رسمي اللي فات أمام مشاهدين رسمي دكتور عبد الرزاق باكر. اجازه روح الشال. يعني دقيت علي؟ روح الشال. دقيت علي ما رد عليك؟ لا ترد علي بس نشوف. ايه؟ نشوف بعد باكر بس رد علي ان شاء الله. اوكي. مشكور يا دكتور. مشاهدي الكرام، وصلنا الى ختام فقرتنا. والله انا ما ادري والله يعني عندي من اصعب فقرة الدكتور عبد الرزاق، الله يعينني في مساله التقديم. لكن انا باكر متضايق لاني ما راح اشوف الدكتور عبد الرزاق الشاي. اجمع ها؟ ان شاء الله باذن الله تعالى نرتبها لاحقا. مشاهدي الكرام، انا شاكر لكم على مو شاكر لكم على حسن المتابعه، ما زلت متواصل معاكم. يخربط لي الدكتور عبد الرزاق، متواصل معاكم. راح يكون ضيفي وضيفكم اخوي العزيز وليد الغانم، مرشح الدائره الثالثه، وحديث يعني عن رؤى الانتخابيه بعد هذا الفاصل. حاضر على امرك، فاصل قصير وراجعين لكم.